هو ايه اللي ما ينفعش؟ شوفيهولي فين؟ حتى لو موجود في اوضه العمليات قولي له جميل عايزاه. بس بس وعندي بقى واقعيه وعجبتيني ان انت قبلتي بالهزيمه. مش تقولي لي طلاق وبتاع يا شيخ، خلينا ننبسط ونعيش احنا الثلاثه كده اسره في قلب بعضينا. سيبك بقى من الكلام العبيط ده. ايه رايك اعزمك على الغدا تعدي عليا في الاوتيل؟ ما انت عارفاه. وايه اللي مضايق قوي كده؟ الجزء الاولاني كلام ستات وفي الاخر بتقول لك ان هي مبسوطه ان انت مش عايزه تطلقي. صدق انا كنت فاكراك ندي، بس انت كمان طلعت غبي. يا ميلا لم لسانك، انت في المستشفى اللي انا صاحبها. حاضر، هلم لساني وهتكلم بكل ذوق وادب. طلقني يا شيم. ممكن تقولي لي ايه اللي انا عملته مش في الدين؟ انا ما رضيتش اقول لك عشان ما اجرحكيش. وبعدين انا اللي جبت ليلى البيت؟ هي واحده واطي. لا عيب. ما ينفعش الكلام ده يطلع من واحده متدينه زيك. وعلى فكره يا ملاذ ذنب. بص انا ماسكه لساني بالعافيه. لو اعتبرنا ان لفظ غبي ده وصف مش شتيمه، فيا ذكي انت ما خدتش بالك ان هي من ساعه ما حطت رجليها في البيت وهي استكترت كل حاجه عليا، البيت، المستشفى، وفي الاخر حضرتك. طب انا مش فاهم ايه المانع ان انت تعيشي في بيتك مع بنتك معززه مكرمه، ويا ستي ما تكلميهاش خالص. انا لما اتجوزتك خدتك كلك على بعضك، ما عنديش استعداد اعيش بنص قلب، نص جسم ونص راجل. بس انا لسه بحبك يا جميل. طلقني يا هشام. مش هيحصل. مفيش داعي نتحدى بعض. انا ما بتحداش غير اللي قدي. انا اسف، بس استاذ اشرف صاحب الشركه جاهز يجي دلوقتي. اجيبه؟ جميله جميله،